قامت المصالح والفلاحية لعين صالح بتوزيع 120 رأس ماعز على العائلة المعوزة. الخطوة تدخل في إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية وفي إطار التعليم الوزارية تقر بتوزيع المشي على العائلات المعوزة من أجل إنشاء مستثمرات ووحدات صغيرة لتربية الحيوانات وخلق مناصب الشغل بالمناطق الريفية. والعملية لا تزال متواصلة بعد أن مست بلدية عين صالح إلى أن تصل البلدية الثالثة لبلدية أفقارة الزوا. عبد الرزاق حجي رصد التالي. بارك الله، الله يكثر خير الدولة، الله يعاونهم، حنا في الإشامة ونستناو في مكتر يعاونونا. نشوفها مبادرة حسنة، تعاون بعض الضعيف، جزاكم الله خير، والله يعاون الدولة على هذه المبادرة اللي دارتها لنا. ونتمنى ان شاء الله من شيء كيف هكا شيء كبير. العملية تدخل في إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية وخصوص التعليمة الوزارية رقم 594 المؤرخة في 19 ماي 2018 من أجل إنشاء وحدات للمعز وكذلك من أجل كذلك خلق مناصب عمل قارة، وهذه العملية موجهة إلى العائلات المعوزة.